هستاذن حضرتك في مقاطعه سريعه، ولكن معي على الهاتف السيد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع. مساء الخير يا سياده المستشار. يعني هل حضرتك لديك رد بخصوص ما قاله الدكتور ايمن نور ربما؟ الحقيقه انا طبعا يعني الحقيقه ما شفتش اللي قاله او ما سمعتش اللي قاله من البدايه، انما يعني ايه لحقت في اخر الكلام اللي هو بيقوله. على اي حال يعني التفاتا على اللي هو قاله، لان هو اللي قاله طبعا اذا كان في بعض العبارات او الاقوال اللي هي يعني ما يجيبش الواحد يتوقف عنها كثيرا، انا اردت من هذه المداخله اوضح المسائل القانونيه توضيحا سليما، لانه يبدو ان هو وصلته المعلومات بطريقه مغلوطه نتيجه مش عارف بقى مين اللي وصلها له، سواء كان الاعلام المقروء او المسموع ايا ما كان، لان هو ما كانش حاضر الجلسه اللي انا تحدثت فيها بشان هذا الموضوع. طيب ماذا تريد ان تقول؟ الجلسه اللي انا حضرتها حضرتك الاول، الجلسه اللي انا حضرتها هي جلسه الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب. وكنت هناك بمثل يعني بمثل الحكومه للرد على بعض مشروعات القوانين التي قدمت بهذه الجلسه. وكان من ضمنها مشروع مقدم من احد الساده الاعضاء الموقرين، اذكر من اسمه الكونسي مش عارف يمكن عبد الحميد الكونسي او غيره، بتقدم مشروع قانون بيقول فيه بيطلب فيه صياغه المشروع هو العفو عن الدكتور ايمن نور. فاخذ رايي في هذا الموضوع، فقلت هنا يجب ان احنا الاول نعرف الدكتور ايمن نور عندما تم الافراج عنه اخيرا، هل هو الافراج عنه كان نتيجه عفو صادر من رئيس الجمهوريه السابق، ام انه افرج عنه بسبب افراج صحي؟ لان لو كان افرج عنه نتيجه قرار صادر من رئيس الجمهوريه السابق بالعفو، ففي هذه الحاله لا يستطيع المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان يصدر عفو اخر، لان هنا رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو بيحل محل رئيس الجمهوريه في هذه الاونه، وبالتالي الماده 56 صفر 9 منها تتحدث عن حق رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه باصدار العفو عن المساجين. اما بالنسبه للعفو الشامل فلا يصدر الا بقانون. طيب وبالتالي لو كان اخلاء سبيل او افراج عن الدكتور ايمن نور جاء نتيجه قرار عفو صادر من القوات المسلحه او مجلس اعلى القوات المسلحه، فهنا يبقى المجلس او رئيس الجمهوريه السابق، يبقى هنا المجلس لا يستطيع ان هو يفرج عنه لنفس السبب مره اخرى، او انه يصدر قرار عفو عنه في هذه الحاله. بالنسبه للعفو الشامل، العفو الشامل يصدر بقانون، والمقصود بالعفو الشامل عشان حضرتك تبقى عارفه هو ده بيبقى قانون، والقاعده القانونيه هنا من ضمن سماتها انها قاعده قانونيه عامه ومجرده. طيب. وبالتالي لا ياتي قانون لافراج عن شخص واحد دون غيره. وانما ياتي القانون للافراج على تهم معينه او على جرائم معينه بشكل عام ومجرد. وبالتالي المشروع الذي قدم اذا كان الغرض منه ان يكون مشروع قانون للعفو الشامل فهو لا يصلح لان يكون كذلك. طيب اما اذا كان الافراج عن الدكتور ايمن نور جاء نتيجه انه افراج صحي، يبقى ما زال قرار العفو يملكه رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه. طيب يعني هو اما اذا كان عشان بس اقول لحضرتك زي عرض بالاعتبار، اما اذا كان قد خلاص صدر ضده صدر له عفو سابق، فهنا المراد ان هو العقوبات التكميليه يستفيد بيها من العفو زي ما تم الاعفاء عنه في العقوبه الاصليه. طيب سياده المستشار ما قدموش غير رد الاجراءات رد الاعتبار. طيب. الموجوده في قانون الاجراءات الجنائيه. طب هذا ما قيل بعد اذن حضرتك. اتفضل. هذا ما قيل، وانا يعني مش عارف هو وصل له المعلومات ازاي وفقا لاي اجراء وفقا لاي مصدر علشان يتحدث بالطريقه اللي تحدث. طب خليك ارجو ان تبقى معي سياده المستشار. معي على الهاتف ايضا الدكتور ايمن نور. دكتور ايمن، سمعت ما قاله المستشار في هذه المداخله؟ والله يا استاذ انيس للاسف انا سمعت اخر جملتين
اللي هو بيسأل ايه مصدر معلوماتي؟ مصدر معلوماتي الكلام اللي نشر على موقع اليوم السابع وعلى موقع مصري وعلى كل مواقع ومصر اليوم وغيرها اللي نشروا هذا الكلام على لسانه. دي الجمله اللي انا سمعتها ما اعرفش وقال ايه قبل كده. طيب يعني هو حوار طويل، لكن في النهايه ارجو ان تعيد على سياده المستشار ما قلته لنا من ان في 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 قضايا ان حضرتك قلت ان في كثير هناك كثير من المغالطات القانونيه فيما قاله السيد المستشار داخل اللجنه. يعني هو سياده المستشار قال في اللجنه وانا اعرفه جيدا منذ ان كنت نائب في البرلمان لمده 10 سنوات وكثيرا ما اختلفنا، لكن الحقيقه أنا سمعت نقلا عن لسانه في كل المواقع الإخبارية وكل الصحف قال إن جريمة التزوير لا يجوز العفو عنها، فأنا عايز أسأله مصدره في هذه المعلومة إيه؟ الكلام ده موجود في أنهي نص وفي أي قانون؟ وإذا كان الكلام ده صحيح أنا متنازل عن شهادة القانون وكل درجاتي العلمية إذا كان الكلام ده صحيح أو موجود له نص. سيادة المستشار هل ورد ذلك في الكلام سيادة المستشار الشريف؟ معلش أنا هرد عليه برضه. القرارات العفو حضرتك، قرارات العفو التي تصدر فيها عدة مواد من ضمنها مادة بتقول والله يعفى عن العقوبة كل من قضى مدة معينة في الحبس في الجرائم الآتية ليست من ضمنها جرائم التزوير. ليست من ضمنها جرائم التزوير. جنايات التزوير تستثنى من العفو الذي يصدر بمناسبة المناسبات الدينية والأعياد وما غير ذلك من المناسبات التي يصدر فيها قرارات العفو. طيب دكتور أيمن تريد يا أستاذة هذا الكلام الحقيقة أنا مصدوم إن أنا بسمعه من سعادة المستشار. هو بيخلط بين العفو اللي بيطلع في الأعياد والمناسبات، هو يبدو إن هو مش واخد باله. أنا قضيت مدة العقوبة اللي إحنا بنتكلم عنه عفو وفقا لنص الفقرة 9 من مادة 56 في الإعلان الدستوري اللي أصلها 149 في الدستور القديم واللي أصلها من دستور 21 المادة 46 واللي هي موجودة دايما واللي عمر ما كان فيها أي استثناء. وأنا بقول لسيادته اللي هو بيتكلم عنه ده العفو اللي بتطلعه وزارة الداخلية في الأعياد والمناسبات، وده كلام غير منطبق على الواقع ودخلت الأوراق. أنا مش فاهم إيه سببه، لكن على أي حال من الأحوال أنا برجوه إن هو يرجع لقرارات العفو اللي اشتملت جواسيس زي حسام عزام واللي اشتملت غيرهم قبل ما يقضي بمعلومه ويقطع بها ويقول انه معلوم. لا، هذا كلام غير معلوم وليس له مصدر. النص اللي موجود في 56 لا يوجد عليه استثناء، واذا كان في استثناء على نص موجود في الدستور او تقييد دي يبقى بنص في الدستور او بنص في القانون المكمل. طيب سياده المستشار، إيه القانون اللي هو بيتكلم عنه؟ سياده المستشار عايز تحب ترد؟ اتفضل. انا برد على تساؤلك بالنسبه لجرائم التزوير. جرائم التزوير او جنايات التزوير لا تثبت في العفو الذي يصدر من الداخليه في مناسبه الاعياد وغيرها. انا ما اعرفش الدكتور ايمن نور لما افرج عنه ولم يمضي كامل العقوبه كان نتيجه ايه؟ هل نتيجه عفو صدر ولا نتيجه افراج صحي؟ دكتور ايمن، لا بس هو حقيقة هو عارف ان انا قضيت 4 سنوات، واذا ما كانش عارف ده فدي كارثة اخرى. وهو عارف كويس قوي انا دخلت في قضية شفتها ايه ودور وزارة العدل اللي هو دايما كان بيمثلها دورها كان شكله ايه في هذه القضية. وانا الحقيقة يا استاذة انا غير متفائل من البداية ان السيد المستشار اللي كان هو الحقيقة اللي بيقدم القوانين اللي في الحكومات السابقة هو اللي جاي النهاردة بيمثل الحكومة الجديدة، ومش متفائل ابدا ان الرجل الذي وقف ضد مشروع قانون محاكمه الوزراء والرجل الذي وقف ضد كل المشاريع التي تقدمنا بيها هيوافق على مشروع عشان عن معارضين اختلفوا معاه وكانوا دائما ضد مواقفه في لجنه الاقتراحات وفي لجنه التشريعيه. عشان وقتنا يا سياده المستشار رد اخير لو سمحت. لو سمحت برضه الكلام اللي هو بيقوله ده مش هو ده موضوعنا، وانا التفت عنده ودي ما اقدرش ان ارد على كلام زي كده لان ده كلام يعني كده مرسل لا اساس له. انا ارد ردود قانونيه. العفو اذا كان هو صدر لمصلحته عفو رئاسي سابق ففي هذه الحاله لا يجوز او لا يملك رئيس المجلس الاعلى للقضاء بالسلاح ان يصدر عفو اخر. اما اذا كان اخلي سبيله بسبب افراج صحي في هذه الحاله يجوز فعلا انه يصدر عليه عفو
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه، اما العفو الشامل زي ما قلت لحضرتك ده يصدر بقانون. طيب. انا لابد ان يكون قاعده عامه مجرده لا ينص على شخص دون غيره. طيب انا بشكركم سياده المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، والدكتور ايمن نور يعني حق الرد للمستشار الشريف وحق المداخله للدكتور ايمن نور، ودكتور ايمن نور مستمر في هذه الاجراءات املا ان تزال هذه العقوبه عنه ويستطيع ان يترشح لمنصب رئاسه الجمهوريه.